الصوت او الحنجره عباره عن عضلات موجوده في الحلق وتحتاج انها دائما انها تتمرن. وذكرت كذلك يعني في نقاشكم الجميل برضه انه الواحد اول ما يصحى او يحدد اوقات لتمارين صوته وتكون تدريجيا. بس في نقطه مره مهمه البدايه يعني عشان تعرف التمارين الصحيحه. العاده انت لو دخلت النادي ما حتخش طوالي على الالات وتروح وتدرب اوبتيكال وسير وكيف اوبتيكال حسستك اني فنان فاهم صح؟ اثبت لي انك جاي من النادي فالشاهد فمش على طول تخش على الالات وتتمرن جهد هنا نص ساعه ونص ساعه هنا. لا طبيعي انه اول اسبوع المدرب يجي يعطيك الاشياء اللي انت تحتاجها بالضبط, ايش الالات اللي انت تحتاجها كل وقت لهذه الاله. كذلك الصوت يحتاج انك تروح لمدرب عشان يعرف اول شيء امكانياتك, واحد اثنين يعرف الشيء التمارين اللي انت تحتاجها, ثلاثه يعرفك الطريقه السليمه لتاديه التمرين عشان بعض الاحيان التمارين الخاطئه تكون فيها جرح للحنجره جرح للصوت تاديتها بطريقه خاطئه ممكن ما توصلك النتيجه اللي انت عرفتها عن التمرين هذا. يعني كانه نظام غذائي للجسم كل واحد له شيء خاص. بالضبط بالضبط زي ما الجسم ياخذ نظام معين للتمارين كذلك الصوت والحنجره تحتاج لهذه التمارين. ممكن احنا نشوفها كثير يعني في مجالنا تجد مثلا منشد ممكن يكمل نص ساعه الى ساعه هو ينشد ما تحس انه اجهد نفسه, والعكس تجد انه شخص ممكن ينشد نشيدين يقول لك والله انا تعبت. ممكن تلاحظوا هذه في كل برامجنا واغلب برامجنا صح. يجي واحد يقول لك والله انا خلاص نشدت 3 نشيد 4 نشيد خلاص تعبت حنجرتي ما عاد تتحمل, يحس انه في ارهاق. هذه اشياء كثيره بسببها انه ما مرن صوته ما تعود على الانشاد بساعات طويله وتوزيع الجهد في مخارج الصوت وفي اعطاء الراحه لحنجرته اكثر. يا سلام. هذا اليوم ان شاء الله اللي راح ناخذه كذا يعني في تمارين اليوم انا واخوي جهاد حنشوف التمرين. تمرين اتوقع انه شيق اليوم لكن اتوقع لك تعليق يعني قبل ما نخش نتكلم في التمرين. انا ما ادري ايش حسيت ان احنا اخبار كذا والله قبل ما تكمل التمرين مهم جدا انك تعرف ان الحنجره هي عباره عن عضله زي اي عضله في الجسم. هي عضلة فعليا هي عضلة يعني بكل ما تعطيها كل ما تكون مرنة أكثر معاك كل ما تكون مشدودة أكثر معاك. هذا شيء. الشيء الثاني الإجهاد الصوتي تماما كالإجهاد البدني. الإجهاد الصوتي لكن الاختلاف فيه أنه إحنا قلنا أنه في طريقة لعمل الصوت تكلمنا فيها أنه هو عبارة عن صفير. الصوت البشري هو عبارة عن صفير. ف الغضاريف الموجودة أو الأغشية الموجودة في جوف الحنجرة إذا كانت مرتخية وإنت مباشرة أعطيتها دفع هواء قوي ممكن تسبب في جرحها أو خدشها فيصير عندك الصوت المبحوح. هذا الصوت المبحوح هو عبارة عن إيش؟ عن خروج أكثر من صوت في نفس الوقت. يعني لو تيجي تركز على صوتك لما يكون مبحوح حاول مثلا أنا يمكن عندي اليوم كده في بحها في مكان لو عرفت فين مكانها تقدر تجيبها. مثلا لو قلنا انا اقول لكم فين في مكان في بحها حتسمع نغمتين في نفس الوقت. هذه هي بحة الصوت. في احد صوته مبحوح؟ لا هذا مبوش حبيبي. ايش اللي مبحوح؟ مبحوح مو تصطنع. مبوش صوت مبوش سامع؟ سامعين؟ لا اللي اول مره يركز حيسمع ايش؟ صوتين. سامعين كيف البحه؟ البحه عباره عن اكثر من صوت في نفس الوقت لان الاصوات ما هي منسجمه فمعطيك صوت يعني نشاز. هذه هي فكرة البحة وفكرة الإجهاد الصوتي. أهم شيء في تمرين اللياقة لياقة الصوت إنك أنت تسويه مباشرة قبل. يعني هو تمرين للإحماء. تمارين الإحماء تنقسم لي يعني نوعين. تمرين
يعني جسدي وتمرين أيضا صوتي. الحنجرة عبارة عن عضلة مثلها مثل أي عضلة في الجسم، تحتاج تمرين وتحتاج تهيئة وتحتاج إطالة وتحتاج استمرار في التمارين حتى تعطيك أفضل ما عندها. فإحنا الآن راح نسخن الحنجرة، نسخنها علشان تأدي. فقبل ما نسخنها لازم أول شيء نسوي تجربة. نقوم تقوم معانا طيب أبغاكم الآن تجربوا معايا كيف حيكون الصوت، كل واحد يسمع صوته. حناخذ على هذه النغمة مدة صوت واحدة، أوكي؟ ناخذ نفس. ملاحظين فيه اهتزاز بالصوت؟ ملاحظين فيه اهتزاز بالصوت، تموج كذا. نسمع مرة ثانية، نرفع الطبقة شوية مثلا. تحس الصوت متموج. طيب الآن ايش اللي راح نسويه؟ ما في ثاني، ما في. حناخذ تمرين لإحماء الصوت. قبل الإحماء انا ابغاكم بس ايش هذا 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 التمرين لازم يعني قبل اي تمرين تسووه حاول ان احنا ايش خليكم معايا سووا نفس اللي اقول لكم عليه. ايش قاعد تسوي الان؟ مسج المكان. ايوه سوي مساج للمنطقه هذه هنا. ايوه خلف تحت. حلقي هنا انا ما حلقي. ايوه مشكله لانه احيانا يرجع ورا. طيب قال لك يا سحاري انف اذن حنجره. ايوه بالضبط هذه المنطقه. ايوه حاول انك تمسج له شويه. هذه ترقوة. ايوه حتحس ان ممكن الحجر بدات يعني تصير رطبه اكثر، تحس كذا انه في زي ال ايوه. طيب الان عندنا المنطقه هذه، هذه المنطقه شايفين، ونفتح فيها شويه الفك خلف الاذن. ايوه لا مو خلف الاذن، هنا شايفين فين؟ أيه. عند العظمه هذه، عند عظمه اللي تقفل. عند عظمه العقب. ها اللي تقفل في العقب فوق شحمة الاذن اللي لما تسوي كذا تسمعها. ايوه حرك معاك. يلا اضغطها شويه كذا وخلي عندك حركه دائريه باصبعك ويفتح معاها ايش الفك. ها ينفك فيها حاجه. ايوه ايوه تحس في الم شويه. ايوه تمام سبحان الله ممتاز. أيوة. الان هذا يعني عشان نتهيأ للتمرين الجاي. هاي إطالات للحلق. أيوة نحن الآن هنشتغل على نغمة معينة، هي النغمة الوسط. تا سامعينها؟ حرف التاء. تا النغمة مو الحرف، اسمع النغمة. تمام؟ نأخذ نفس. نعطيها ابتسامة. طيب نأخذ نفس ونقول. مرة ثانية نفس. حاول تحرك كل عضلات وجهك. تحس اهتزاز هنا. في اهتزاز، في زنة هنا. أيوة في رج، في كذا حتحس هنا صداع كمان. حتى أذنك حتحس فيها مشكلة، حتحس صداع. عبد الله تحرك حواجبك بس. والله نفس الحق الأذن كذا. إيه معلش. يلا يلا مع بعض. معلش حتى هنا وجهك نمل. معلش إيه هنا العضلة غالي طالع. النغمة النغمة ممتاز. الآن هنسوي نفس التمرين لكن بحرف ال وج، حرف الجيم. ها وج. أوكي تمام. وج أذن وهم يلا وج وج. إيه وجهك ما شاء الله جميل حبيبي. طيب يلا نفس على نفس النغمة.
حسن ابنك. يلا يلا كمل كمل، طلع الصوت طلع الصوت، لازم صوتك يطلع حلو ممتاز. وج 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 بالجيم، وج 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 بعدين حناخذ الاحساس بعد تبغى كل واحد يشحن. وج وج استمر استمر. يلا 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 نفس نفس، حلو حلو حلو، لازم تتعب شويه. يلا لازم تحاول تحاول تطلع الصوت بحيث انك تحس اهتزاز هنا في الحنجره. يا شباب ركزوا معانا، الله يسلمك. يلا يلا كمل. طيب يلا تحس اهتزاز هنا. وش روح روح وش طلع صوتك، ابى اسمع صوتك انا. وش 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 النغمه النغمه. وش 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 هي النغمه يا حبايب. يلا على نفس النغمه. يلا الان نفس التمرين، نفس التمرين، بس ايش نبغى نسوي؟ نبغى نسوي الحركه هذه. ها عضلته طيب مره هذه نفس شد وجهك شد وجهك. كذا 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 اطراف اصابعك. حلو حلو، اطراف اصابعك بنقاسم، اطراف اصابعك كذا كذا. أيوه. هذا المكان القاسي. ايوه سوي كذا. دوخت يا اخوي. ايش دخل دوخه؟ سوي كذا والله دوخ. صح دور دور. طيب بس خلاص يسمع الان على نفس النغمه. لاحظين فرق في الصوت؟ ما في اهتزاز، ما في ولا تحية. والله تحية لهم، تحية تحية يا حبيب قلب. والله ما شاء الله هذا اليوم مذاكرين. جميل جميل جميل، الصوت صافي وكذا ما في ولا هزة. طب جميل، ما احتاج مجدي امسك خط هرول. وج 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 وتضبط لنا وج 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 وج